مرحبا بكم في قناة منارة الثقافة. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن القصة الكاملة للسلطانة ديلبر، لكن قبل ذلك من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التعليقات حتى يأتيك كل جديد. ديلبر سلطان هي بنت السلطان محمد الثالث والسلطان عالمة وأخت السلطان مصطفى الأول، وأيضا هي الأخت غير الشقيقة للسلطان أحمد الأول من جهة الأب. ولدت سنة 1594 وكان لها نفوذ في القصر خصوصا خلال فترة حكم إخوتها. عرفت بذكائها وقسوتها وكانت دموية للغاية ومستبدة. كانت تسيطر عليها والدتها السلطانة الأم عالمة وزوجتها من الوزير كارا داود باشا الذي كان قبطانا لفترة ما، لكن سرعان ما أصبح الصدر الأعظم في فترة حكم السلطان مصطفى الأول، والذي وصف بأنه كان من أنذر الوزراء العثمانيين لأنه حاول قتل جميع أولاد السلطان أحمد الذكور، وبالتالي فإنه لم يستطع الاحتفاظ بمنصبه لأكثر من 24 يوما، وكان مصيره في نهاية الإعدام. عرفت السلطانة ديلبر على أنها كانت شخصيا فعالية تتخذ القرارات بسرعة لكن تنفذها بنجاح، وربما يعود ذلك لكونها شهدت حياة الأمراء تسلب واحدة تلو الأخرى. ولكي تمنع أن يكون مصير شقيقها السلطان مصطفى مثل أخيها الأمير محمود، كانت تشبه والدتها وكانت تقتدي بها، واتهم السلطان كوسيم باغتيالها.